سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. ويا بخت اللي ربنا ينور عليه ويلهمه يعمل حاجة خير. وإحنا هنا في عبدين أصل الجدعنة ولاد البلد الشهمة الأصيلة، رجلينا جابتنا عند الأستاذ تامر. منورنا الأستاذ تامر في أهلين. عرفنا بنفسك. اسمي تامر نابي، والدي صاحب الورشة دي، الأستاذ نادي الله يرحمه. الورشة دي بقى بتعمل إيه؟ بتصين كراسي. بتصين كراسي متحركة للمعاقين. متحركة. احكي لنا بقى تاريخ المكان ده من أيام والدك رحمة الله عليه. كتاب وشيء لحد ما ربنا كرمه وفتح الورشة الصغيرة دي. حلو. هو كان أصلاً بيشتغل صنايعي بإيده؟ طول عمره شغال بإيده، حتى لما جات له جلطة في كبره كان بينزل ويشتغل ويتحرك على قد ما بيقدر. قبل ما يفتح الورشة دي كان صبي في ورش ناس تانية؟ أكيد يعني. حلو، احكي لنا بقى ابتداها إزاي. مع ناس خواجات زمن كنت أنا وعالم. أنا وقعت لوالدي، أمه لما فتح الورشة كنت معاه صغير قد كده أهو. اشتغل وتبقى تبص معاه بقى يزعق لي يقول اتعلم افهم. لا استنى واحده واحده، انت هتاخدنا بدوكه، ده احنا عارفين ان انت ياما اتعلقت على الحيطه دي. قول لي اول مره نزلت الورشه مع باباك كان عندك كام سنه؟ بتهيألي كان عندي 7 سنين 8 سنين. كنت في المدرسه؟ انا معايا دبلوم تجاره. انت معاك دبلوم تجاره، يعني نزلت 7 سنين على الاولى ابتدائي؟ تانيه كنت اجي هنا وقت اروح المدرسه برضو عايز بيت العيال اجي هنا، كان بياخدني معاه عشان يعلم ازاي يعني اتعلم ازاي اشيل هم من صغري. طيب انت عندك اخوات ولاد؟ اخوات صبيان؟ محمد ورامي. اكبر ولا اصغر؟ لا انا اكبر واحد. عشان كده تمام. اخدك معاه بقى عشان يحببك فيها ولا انت اللي حبيتها وبقيت تشبط فيها؟ حبيتني فيها عشان اكمل معاه بعدين. لان هو تعب يعني، المتقابل اللي جابه دوت في غيري ممكن يضيعه يبيعه. لا هو عشان يعرفني انا جابه ازاي وشقيت فيه ازاي. طيب نرجع كده بالذاكره لورا، طفل عنده 7 8 سنين جاي مع ابوه الورشه وابوه عايز يشربه الصنعه، تفتكر اول درس علمه لك كان ايه؟ ايه بقى؟ مسكت المفك هنا اهوت، المفك كان فيه شنيور. فانا كنت شغال يد وبيد، انا بشتغل بالمفك الايدي. فقال لي انا عايزك تنتج. فاشتغلت بالمفك، جاب الشنيور. هو كان بيشتغل بالشنيور، فانا جيت اشتغل بالشنيور، المفك ضرب مني قطعت المشجه، اكلت علقه. يا نهار ابيض. 7 سنين 8 سنين، امتى نقدر نقول كان عندك كام سنه لما نقول ان انت ابتديت تبقى صبي يعني على ابوه، ابتديت تتعلم؟ على ابوه انا ما شلتش الهم ده لما ابوه توفى الله رحمه الله عليه. هو توفى وانت عندك كام سنه؟ لا كبير، من 9 سنين 10 سنين. طيب ده ما شاء الله. انت قعدت معاه؟ انا قعدت معاه طول عمري شغال معاه. بس ما شلتش الهم ليه؟ كان في مثل بيقول لك اللي ليه اب ليه ضغط. طبعا. فلما ابوه توفى كنت لابس برضه يعني بتدلع برضه بقى يعني. مش طب استنى، قبل ما نقفز القفزه دي، ابتديت انت تتعلم الصنعه وبتتعلم في المدرسه واحده واحده؟ كل حاجه في الكرسي كان يعني الاول مثلا كنت بقطع، يعني كان بيقطع الديسك، احنا هنا بنقطع يدوي على منشار. تمام. بص حتى مكان المنشار يقول لك هنا اليدوي ما فيش احسن من اليدوي. المنشار يقطع الديسك فيه رايش، لا المنشار يقطع لك ما فيهاش رايش. لا مؤاخذه البقره يعني، هو علمني الاول بالقطعيه، بعد القطعيه اتقطينا بقى نكسح ايه؟ نكسح الكرسي مصورة مصورة. بعد ده ايام زمان لما كان بقى الصناعه كانت ايه؟ ايام ما كانت صناعه صناعه. بعد ما دخلنا في اللحام يعني بقى يعني كان في صنايعي، الصنايعي يجي اقف جنبيه لازم اعمل ايه؟ تمام. مجبر، مش لا ده ما فيش حاجه اسمها ده مجبر انك انت ايه؟ انك انت اللي هتمسك الورشه منين؟ لازم تشربها. مش لازم تشربها. ما دي لو هو مات، لو انا مش هكمل هتتقفل. طبعا. صح وانا غلطان؟ صح. فلازم انا اكافح مين اللي موجود معايا؟ انت. صح. غصب عنك مش برضاك لازم ايه؟ بعد ما كبرت واخدت الدبلوم، امتى كان امتى الوقت اللي باباك قال لك انت دلوقتي بقيت قسطه 100 100، انا اقدر اسيب لك الورشه وانا مطمن؟ لما جات له جلطه. ده كان عندك كام سنه؟ لا كنت كبير برضه، كنت مخلص جيش، انا عندي دلوقتي 43 سنه يعني ما شاء الله. في 32 سنه. يعني 35 سنه جات له جلطه، فابتديت برضه مع الدلع بنسبه 60%. انت كنت بتدلع على حسه لحد ما انت عندك 35 سنه. ده في حد ما ادلعش عليه والله يرحمه، ولحد دلوقتي انا شايل، انا فاتحها لحد النهارده. يعني ذكرى ابويا في دماغي. يكفي ان في ناس كبيره من ايام ابويا الله يرحمه، صحابي يقول لك اللي خلف ما ماتش، سيبك من الشغل والسوق الكلام ده كله. سمع. انا عارف كل يعني معلش العجله دي هو دافع فيها جنيه شيء بيها. طيب انا عارفه ان انت حتى المسامير الصغيره ما بترميهاش، وبتقول ان كل حته وكل مسمار في الورشه دي اتعلمت بيه حاجه. تمام. احكي لنا بقى بعيدا بقى عن والدك وانه كان عايز يشربك الصنعه، انت لما حبيتها احكي لنا بقى ابتديت تعمل ايه؟
يعني انا النهارده لما ابتديت المقدمه بتاعتي وبتكلم في الخير حضرتك جزء كبير من شغلك جزء خيري. احكي لنا الموضوع ده. الله يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني بيجي لنا ناس، بعض الناس بيسنوا صيانات بيبقى على الكرسي. فهو بيقول انا عايز اغير عجله صغيره دواسه مش عارف ايه، فغصب عني لازم اقول له ايه؟ اقول له حاضر. تمام. مثلا الحساب 100 جنيه، قال لي معيش 50 جنيه، هل اقول له امنع الكرسي؟ لا خلاص. روح الله يسهل لك، ربنا يوسع، بس ربنا بيعوض، مش كل رزق مال. بتبقى مسامح؟ مصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. من قلبي. يا الله، ربنا يعوض عليك يا رب. بس مش كل رزق فلوس، خدي بالك الحمد لله هي مستوره بستر ربنا. طبعا. هو البركه مش بكتر الفلوس. البركة بالسمعة الطيبة اللي جابتنا لحد هنا عشان يبقى شرف لينا ان حضرتك معانا. وبعدين دي ورشة خدمية، مش دي ورشة، دي ورشتنا ورشة خدمية، احنا شغالين مع ايه؟ معلش انا متأسف، فئة المعاقين. صح. صح وانا غلطان. صح. فحضرتك لو واحد ماشي وحسيت ان هو محتاج حاجة بأمانة هتعملي معاه ايه؟ وحسيتي. من غير لكن لو واحد سليم معلش انا هطلب حقي وزيادة. صح. صح ولا لا؟ لكن ده احنا عاوز مكافأة انا يعني ورشة خدمية. وبنخدم اي ده حاجة. برضو كان من ضمن الدروس اللي علمها لك والدك إيه؟ الله يرحمه. طبعا ده اكيد. اكيد. ليه مفيش حد ياخد حاجه في الدنيا؟ هو انا ابويا مات دلوقتي ساب ايه؟ خدم معاه؟ لا طبعا، بس ساب سمعه طيبه وساب ابن زي الفل. الله يبارك لك، هو ده اللي انا بحاول احافظ عليه على قد ما اقدر. يعني الحمد لله، ولا سجاره ولا اي حاجه ولا ان شاء الله فضل، بنحاول بنحافظ، مش هقول لك بنسبه 100%، لا لا لا، يعني بنحاول ان احنا نكمل على مسيرته. لان برضو معلش انا ما عملتش حاجه، يعني كل الخامات بتاعته، خد بالك انا شغال، عاوز كده انا شغال على الخامات بتاعته هو. العده بتاعته انا ما اعرفش اعمل عده. يعني فعلا؟ يعني هو سايبها لك زي ما هي كده وانت مكمل بقالك كذا سنه. انا مكمل هو مفيش الحمد لله مفيش حاجه يعني بفضل الله اقول لك يعني حاجات الماني، شغل الماني انا طيب. ما اعرفش اعمل حاجه. طب. هو اللي انا بعمله كرسي. لكن ايه الادوات اللي بتصنع الكرسي؟ الخامات، تنايه، مش عارف ايه، انا عندي تنايه بلدي بتني للسلس دي. يشوف انا تنيتهم دول بره اوتوماتيك. الاوتوماتيك وحشين، انا بتنيها على البلدي هنا اهوت. اي نعم باخد وقت واتعب واشقى. بس احسن من الايه؟ بس بتطلع حاجه على ابوها. البلدي احسن من الاوتوماتيك. الشغل الحرفي الايد احسن الشغل الاوتوماتيك. انا سمعت ان في مصانع ورش كبيره بتجيلك تشتغل لها من الباطن. يجيبوا كراسي بنعملها. يعني. عشان بتعملها يدوي احسن من المكن. طيب انت بتقول ان انت يعني شربتها من السيد الوالد، ان هي حاجه انت بتتعامل مع فئه المعاقين او الغير مقتدرين. يعني ما تزعلش مني، طبعا الخير ده حاجه ربنا يجازيك خير عليها في امتنا كلنا، حضرتك وفي جو دوت اكيد. بس اكيد حضرتك ك ك كرب اسره عندك التزامات. اكيد. بتوازن ما بين الاثنين ازاي؟ ستر ربنا. والله ما توقعت الاجابه دي، يعني هي فعلا ما لهاش ما شاء الله. طيب حضرتك قلت ان عندك اخوات صبيان اصغر منك، حد منهم اتعلمها زيك؟ ما هو ابويا كان بيضرب وما استحملش الضرب. طب انت وانت صغير مع اي حد ما بيحبش الضرب، وبالذات من باباه ويتعلق والكلام ده، وما شاء الله راجل حداد، فكان ما شاء الله كان بيده تمام. بس كان بيجي بعد ما بيضربني يقول لي انا بعلمك عشان تبقى انت من بعدي. عشان تبقى انت ما حدش يتدلى عليك. عشان لما يجي صنايعي يتدلى عليك تقول له لا قوم وانا اشتغل مكانك. كان بيشيلك مسؤوليه وبيزرع فيك حب المكان. تمام. وانا بحب المكان، المكان ده هو اوقات ده المكان ده لو جرى له حاجه انا اموت. بعد الشرش. مش بتكلم بجد ما بهزرش. انا بعمل ده كله ليه كده؟ عشان ابويا الله يرحمه يسالني كده بره كده تامر ناجي، اي حد في اي حد الحمد لله الناس كلها بتحبنا. ما شاء الله. وما بنذيش حد. طيب احكي لي بقى يا استاذ تامر، الكرسي لو جالك مخلع خالص ياخد في ايدك قد ايه شغل ويرجع؟ حسب الكرسي، وفي كراسي ما تنفعش. بره ممكن لو كرسي راح للورشه اهم حاجه عنده الجنيه. لا انا مش اهم حاجه عندي الجنيه، اهم حاجه رضا ربنا. ما ينفعش وما ينفعش. مش عايز الفلوس. طب لو حد جالك يعني مش مقتدر خالص والكرسي بتاعه مهربد، يعني مش نافع، احيانا بغرش سهال بعمله شاسيه واديله كرسي احيانا، بس اكون واثق مليون المية ان هو محتاج. ان هو مش مقتدر. لو مش مقتدر في ناس مش عايزه، لا اله الا الله محمد رسول الله، مش انت بتطلعي زكاه؟ طبعا. طيب هل بتقولي؟ لا. لازم. احنا ورشه خدميه بتتعامل مع فئه المعاقين. نفترض ان واحد داخل دلوقتي كده اهوت وبيقول لك انا عايز صيانه الكرسي. بس انا بقول له الصيانه بعد ما خلصتها كرسي، ما انا في بيليا ما شفتهاش، بيليا غيرتها ناقص بيليا بتاع، ما انت ما انت فكرت في الكرسي اي حاجه لازم تعمليها غصب عنك. قلت له مثلا 100 جنيه، انا معيش 50 جنيه، هتقول له من امنع الكرسي؟ لا طبعا. هتقول له ايه؟ روح ربنا وسع رزقك، الله يسهل لك ويسهل لنا. تلاقي ربنا على طول بعت لنا رزق، ايا كان بقى رزق، مش شرط رزق فلوس. اقول لحضرتك رزق يعني الرزق في راحه البال.
طيب انا عارفه كمان ان انت ليك باع كبير مع الجمعيات الخيريه. مش باع، هو بيجوا على الاسم، اسم والدي. في جمعيات بتيجي صيانه، احنا بنصين، في جمعيات بتيجي صيانه مش هقول لها لا، بنصينه، واكيد جمعيات خيريه فبيبقى ليها ايه معامله خيريه. انت عارف لما الواحد بيجي كده بيبقى ماشي كده ويدعي لي دعوه كده حاسس انها طالعه من قلبه. الله، بالدنيا وما فيها. مليون جنيه بالدنيا وما فيها، كاني خدت مليون جنيه. في ناس محتاجه، واحنا ربنا بيقول لك ويرزق البعض عن البعض، هو الغني عن البعض. صح ولا ربنا يمكن جعلك سبب يجي لي رزق، ربنا يمكن جعلك سبب ان ده احنا اسباب. ما هو انا اللي عايزه اقوله لحضرتك ان الخير اللي انت بتعمله علشان بتحطه في مكانه سيره حضرتك وسمعه حضرتك وسمعه الورشه هي اللي جابتنا هنا عابدين عشان يبقى لينا الشرف ان ابن بلدنا الجدع اللي شغال بدراعه من الناس اللي يعني سيدنا محمد قال عنهم الخير فيه وفي امتي الى يوم الدين. الحمد لله. اتمنى بامانه اي حد محتاج اي صيانه بما يرضي الله، مش بما يرضي الله. طب ما تقول كده عنوان الورشه للساده المشاهدين سواء اللي عايزينك في شغل او الغير مقتدرين. قدام مستشفى احمد مدرسه المناره، في ظهر مدرسه المناره. ظهر مدرسه المناره. اسال على ورشه تامر. او ورشه لص ناجي الله يرحمه. ورشه لص ناجي. تامر ده ملوش اي صفه. ربنا يرحمه ويغفر له، وكفايه ان هو بفضل الله قام ومقام عندي والدي رحمه الله. ان شاء الله. كفايه ان هو ربى ابن حلال وابن اصول زيك. اجدع ناس، اجدع ناس اهل عابدين. نورتنا يا استاذ تامر، وكان لينا الشرف ان احنا في ضيافه حضرتك النهارده. انا شفت حضرتك يا فندم. ربنا يخليك، نورتنا في اهالينا.